كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيم وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياة يسوع من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيم وعود ترنيم وعود ترنيم وعود ترنيم وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم أعزائي المشاهدين، وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. رح نكمل ترانيمنا لليوم مع حضرة الشيخ نعيم عاطف، وفي هالبرنامج من فضلك ومن فضلك لو عم تسمعني وبتسأل ليش عم نقرأ رباعيات مش مغناة لكنها مقروءة، لكن الرب قال رنموا لي ترنيمة جديدة، وهي ترنيمة جديدة. فيض بمشاعرك من قلبك للرب واكتب، واكتب ترنيمك واكتب مزاميرك في كل يوم، حتى لو ما لحنتش اكتب خواطرك، اكتب وقل له، هو اللي عارف قلبك، هو عارف مشاعرك، أصلاً كل شيء رح تعطيه منه هو أصلاً أعطاك يا، بس هو بحب يغير دوافعنا ويشتغل فينا ويغيرنا ويغيرنا. قل له يا رب وإنت بتسمع معي اليوم الخواطر اللي فيها قيم إنسانية عالية، مثل ما وعظت على الجبل يا رب وعظة صعب نحققها في حياتنا اليومية إلا فيك ومعك، ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب نكمل نعيش هالمفاهيم الحياتية بأسلوب أعمق وإحنا مننمو معك كما أنت كنت تنمو بالحكمة والقامة يا سيد والنعمة. وبطلب بركة خاصة لأخوي الشيخ نعيم عاطف، وأنك تبارك سنينه اللي جاي، وعيش يبارك ويتبارك في اسم المسيح بصلي، آمين. واحدة من مشكلاتنا الكبيرة في العلاقات أخ ناصر، نحن عايزين الناس يبقوا صورة مننا، يبقى زينا، يا تبقى زيي بالضبط يا أنا في سكة وأنت في سكة. أبسط مبادئ العلاقات إن أقبل الناس زي ما هم، مش هقبلوا عشان أصلحوا أو أغيروا، مش هقبله عشان أعمل له بصمة مختلفة عن حياته. خلينا نحب الناس زي ما هم. أمين. باسم يسوع. أنا مش صورة منك ولا عايزك صورة مني، ولا نبقى نسخة واحدة ما تختلفش عني. الدنيا مش براية ومش نفس الحكاية، إحنا اتخلقنا فيها والواحد منا آية، وأنا أحبك زي ما أنت مهما اختلفت معاك، لكن مع المحبة ما يحصلش ارتباك. لكل شخص صورة وملامح واتجاه، وليه طريق مخصص محدش فيه وراه. لو نبقى نسخة واحدة أكيد يحصل خلل، وأقل شيء هيحصل هنموت من الملل، عشان كده ربنا خلقنا مختلفين عشان الحياة تبقى ملونة، وكل يوم أشوف فيك صورة جديدة تدخل بهجة جديدة في حياتي. ما نحاولش نخلي الناس صورة مننا، غلط. مجلس اتنين اختلفوا في رأي وكانوا زمان حبيبين، اتقلب الحب عداوة وتحاربوا وصاروا جيشين، وطريق امبارح بقى طريقين، أصحاب امبارح بقوا فريقين،
وحوار امبارح أصبح سور مقفول مسدود وعليه قفلين، ويا تبقى معايا يا ترحل، ما يهمش هتروح فين، يعني مش بس سيبنا كمان، أنا ما يهمنيش مصيرك، ما يهمنيش حاجة، يا تبقى زي بالظبط يا تمشي معايا بالظبط يا بعد بعيد. على فكرة أخ ناصر، ده سر فشل العلاقات الاجتماعية، حتى في أقرب علاقة، حتى في الجواز. واحدة قالت لي مرة، قالت لي هو مش مستوايا بس أنا هعلمه، وأنا بصيت بخجل في الأرض. ما ينفعش علاقة تبتدي كده، ما ينفعش أصاحب واحد عشان أعلمه، أصاحبه عشان حبيته وقلبي اتفتح له وبنعيش نتعامل مع بعض، ورغم مستواي التعليمي أكتر أو أي حاجة أنا بتعلم منه، لأن كل إنسان ربنا مش ظالم، كل إنسان في حتة جميلة التاني محتاج ليها، أتعامل معاه مش عشان أتعلمه، أتعامل معاه عشان أتعلم منه، عشان أتبارك بيه، عشان أكتشف الكنز الكبير اللي ربنا ادهوني. يجوز في بعض الأشخاص غير قادرين على اكتشاف نفسهم، خليني أنا اللي هنزل المنجم ده وأطلع حتة الذهب اللي موجودة جوه، كده الدنيا تبقى جميلة وتبقى حلوة وتبقى العلاقات خير، ويبقى كل يوم الحقول تطلع ليا زرع أخضر وأشوف نماذج كتيرة. لو اتعاملت من غير الإحساس ده أنا بدخل في سكة الفقر وفي سكة العوز. صعبة شوية أقول أنا بحب الشخص الفلاني بس بدي أعلمه، يمكن العوز أتعلمه. أيوة يا محتاج أني أتعلمه وأتعايش معه. الجوازة اللي ابتدت فيها العروسة بالكلام ده لازالت جوازة كئيبة. ما ينفعش. كويس انها لازالت، يعني غريبة شوية. عشان الظروف مش سامحة انها ما تكونش موجودة. هو احنا كلنا فينا في هالطبع، انا بعترف يعني امامك انه انا عن نفسي كده برضو، عنا عنصر الحكم على الناس، وعنصر انه انا بحاول اغير الناس ليتكيفوا معي، انا مش انه انا اللي اتكيف. طبعا. بحاول انه لا انت لازم تغير لانه انا مستوي فيها نوع من الكبرياء برضو، يعني شايف انا نفسي اعلى من غيري، لو أتواضع زي ما أتواضع سيدي وأعرف أنا قيمة نفسي بالضبط. بالعكس أنا بحاول أني أرتقي للشخص اللي قدامي مهما كان، يمكن في مقياسي مستوى أوطى مني العلمي أو الفكري، لكن أنا أرتقي إلى معرفته بالعكس والتعايش معه. في بيوت يا أخ ناصر اتبنت بصعوبة شديدة من ناحية الماديات، بس الحب في البيوت دي خلاها بيوت منورة، ما تغيرتش الحالة الاجتماعية، لكن الحب عمل تأثير كبير. بيبنوا عشة سوا طوبة على طوبة، وكل شيء محدود والخطوة محسوبة، وكل خطوة لفوق طلعينها بصعوبة. يا رب قدرهم لحاجات كتير مطلوبة. ومرت الأيام رغم الصعوبة أوام، والحب شجعهم ووصلهم لشاطئ الأحلام. استكملوا المطلوب للعرس بصعوبة، طلع الجدار وعليه الفرحة مكتوبة، منقوش عليه اسمين محبوب ومحبوبة، والمشكلات صبحت بالحب مغلوبة. يا رب ابني كل البيوت على الحب، يا رب كمل نواقصنا بالحب. أمين يا رب كمل نواقصنا بالحب. الحب غالب ولازم في النهاية يفوز، الحب وحده الطريق وغيره ما بيجوز.
من غير محبة ومودة كل شيء مهزوز. خلي المحبة طريقك والضمير صافي، ربك يسدد ويغني للبشر بتعوز. أمين يا رب. أمين أمين أمين. ولا عمري هتأخر عن خدمة الأصحاب، ولا هتزر مرة وسك الباب، ولا عمري هخدم بالعدد ولا بالحساب. وصاحبي لو يشكرني يسعدني إكرامه، ولو نسي يشكر أنا برضو خدامه. وصاحب الفضل يتعامل بيد كريمة، والحب لو بالتمن يبقى ملوش قيمة. رب ساعدنا ما نعملش واحدة بواحدة، ونقدم الحب من غير ما ننتظر. آمين آمين. يا رب نشكرك لأنك أنت المحبة، أنت المحبة، وشفنا في يسوع فيك أسمى هاي القيم يا سيد. ساعدنا نعيشها، وساعدنا يا رب أنه نفهم إحنا فين واقفين بمسيحيتنا، وشو مطلوب من كل واحد فينا دور يعمله كمسيحي. احنا مفروض نكون نور للعالم، مش لانه انا احسن منهم، لكن يا رب لانه احنا محظوظين واستنى صار عنا استنارة فيك. نشكرك، نعظم اسمك القدوس ونمجدك يا سيد. اشكرك حضرة الشيخ على كتر خيرك حبيبي، كتر خيرك. كم احنا محتاجين نتعلم. أمين. محتاجين نتعلم. امين يا رب. نتابع الصلاة في اسم يسوع، أن الرب يغيرنا ويعلمنا ويجددنا في كل يوم فيه ومعه. ولحتى نلتقي في المرة الجاية، واترككم في رعاية المسيح. رب يكون معكم ويبارك حياتكم ويدوم فيكم. سلام المسيح. سلام المسيح.